طيب عشان نطمن عن قرب عن بعثة او على بعثة النادي الاهلي في الدوحة، معانا الصحفي الزميل الاستاذ حسام نبوي، هيطمننا على كل ما يخص بعثة النادي الاهلي في قطر. صباح الفل يا حسام. صباح الفل يا استاذ ابراهيم، عليك وعلى الساده المشاهدين الكرام. صباح الفل عليكم. النهارده يوم مهم، كل الناس منتظراه، الاهلي وبايرن ميونخ بطل افريقيا قدام بطل اوروبا في تمام 8 مساء. طمنا بقى عن كل ما يخص بعثة النادي الاهلي. صحيح، احنا بدأنا العد التنازلي خلاص، كلها ساعات قليله فقط على القمه المرتقبه بين زعيم افريقيا وعملاق اوروبا. كل الانظار تتوجه الى استاد احمد بن علي، حيث اللقاء المرتقب النهارده الساعه 8 بتوقيت مصر، الساعه 9 بتوقيت الدوحه. الاخبار اولا هنبدا من ناحيه الجماهير يا كابتن، الجماهير استعدت جدا، والاخبار اللي جايه لنا من اللجنه المنظمه خلاص اكيد جهزوا 8000 تذكره للجماهير الاهلي فقط، والجماهير فعلا استلمتها بعد ما خضعت لفحص كورونا والمات حاجات سلبيه، وفي 2500 تذكره للبايرن و3000 تذكره دعاوي. الخبر المفرح لكل جماهير الاهلاويه، انت حضرتك عارف ان اللجنه العليا للمشاريع والارث اللي هي منظمه للبطوله ومنظمه لكاس العالم 2022 واللي هو محمد ابو تريكه سفير ليها، كانت اصدرت فيديو وقالت فيه ان ابو تريكه هيكون متواجد في المباراه. النهارده محمد ابو تريكه اكد تواجده، خلاص هيكون متواجد ان شاء الله في المباراه من مدرجات الدرجه الثالثه شمال، ليس من المقصوره الرئيسيه او من مقصوره الاعلاميين باعتباره محلل، ولكن وسط الجماهير من الدرجه الثالثه شمال، المكان المحبب لجمهور الاهلي. اللجنه المنظمه حددت الدرجه الثالثه شمال والدرجه الثالثه يمين لجمهور الاهلي. الكل دلوقتي بدا يستعد من دلوقتي، جماهير الاهلي عملت خطه كويسه جدا للمباراه. التجمع ان شاء الله يكون هيبتدي من الساعه 5، يعني الساعه 4 بتوقيت مصر، على مجموعات قليله جدا تروح الملعب، وفي برنامج وخطه موضوعه للهتاف في المباراه عشان تظهر الجماهير بصوره مشرفه كما حدث في مباراه الدحيل في دور ربع النهائي. كل الاجواء هنا للبعثه تدعو للتفاؤل يا كابتن ابراهيم. مسحه العميد محمد مرجان سلبيه، وان شاء الله يكون متواجد ان شاء الله. ان شاء الله يكون متواجد المعسكر الاهلاوي. هناك حاله من التفاؤل ومعنويات اللاعبين في عنان السماء، الكل جاهز، القايمه 23 لعيب كلهم جاهزين للمباراه. موسيماني عمل وحرص في الفتره الاخيره على التركيز على الجانب الذهني والنفسي والمعنوي بشكل كبير جدا، فكما جهز اللاعبين فنيا وبدنيا وخططيا، جهز اللاعبين ذهنيا ومعنويا، واللاعبين عندهم رغبه كبيره جدا وحماس لتقديم مباراه كبيره تشرف الكره الافريقيه والكره المصريه ان شاء الله النهارده يا كابتن ابراهيم. حسام، ابرز كلمات الكابتن محمود الخطيب للعيبه النادي الاهلي قبل اللقاء ده، هو يعني تواجد الكابتن محمود الخطيب في الفتره دي مع الاهلي مهم جدا ودافع معنوي كبير جدا جدا جدا. الكابتن محمود رفض ان هو يكون مع في فندق كبار الشخصيات، حضرتك عارف ان في فقاعه طبيه ما ينفعش حد يخش على الفرقه او يخرج، كله بيبقى خاضع للفحص الطبي وفي مسحه كورونا خوفا من انتشار فيروس كورونا، ولكي تكون البطوله امنه تماما من ناحيه كورونا. الكابتن محمود الخطيب فضل انه يكون متواجد في فندق اللعيبه ليكون عن قرب مع اللعيبه، على طول عامل جلسات تحفيزيه بشكل كبير جدا مع كل اللعيبه سواء بمجموعات او سواء فردي. كل اللعيبه الكابتن محمود لهم مكانه كبيره جدا عندهم، كلهم كل اللاعبين تعهدوا على بذل قصارى جلدهم في هذا اللقاء المرتقب. كابتن محمود الخطيب عامل حاله كويسه جدا جدا في داخل المعسكر الاهلاوي، ومهتم بكل التفاصيل، بيحضر كل التدريبات، بيحضر الاجتماعات، بيعمل جلسات مستمره تحفيزيه لكل اللاعبين، وده هيكون له اثر كبير جدا على اداء اللاعبين في الملعب. حضرتك عارف ان المباراه مهمه جدا وصعبه جدا، عملاق اوروبا هو الفريق الافضل في العالم في الوقت الحالي، هو تحدي كبير للاعبي الاهلي، ولذلك الجانب المعنوي زي ما قلت لحضرتك مهم جدا، وده بيقوم بيه الكابتن محمود الخطيب كنوع اداري، وبيقوم بيه برضه موسيماني، بيجيد حته التعامل النفسي مع اللاعبين. وان شاء الله في اجواء تدعو للتفاؤل جدا من داخل المعسكر الاهلاوي، الفريق يقدم مباراه كبيره تليق بسمعه النادي الاهلي وتليق بسمعه زعيم افريقيا في هذا المحفل المونديالي. ان شاء الله يا رب. الاستاذ حسام نبوي زميلنا الصحفي من قطر الدوحه، طمنا على كل ما يخص بعثه النادي الاهلي، كل الشكر ليك يا حسام.